بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم على إطار العمل بنمذجة معلومات البناء البيم أو بيم فريمورك. البيم فريمورك ده من إنتاج الدكتور بلال سكر، هو كان عمله نتيجة مجهود بحث مازال مستمر ما خلصش لغاية دلوقتي. الفكرة كلها إن هو بنقيس ونطور أداء الأفراد والمنظمات والدول، وازاي نقدر نعمل نعرف البيم وصل قد ايه مثلا في الشركة ديت او الاشخاص دول، نعرف نقيمهم او نقيم البيم في دولة معينة ونقارن بينها وبين دولة تانية. وده كان جزء من رسالة الدكتوراه بتاع الدكتور بلال في جامعة نيوكاستل في نيو ساوث ويلز في استراليا، وقد بدأت 2005 وانتهت 2013، وما زالت يعني حتى بعد ما خدت الدكتوراه لسه الموضوع شغال مع دكتور بلال وبيطور فيه. وهتلاقي اي بحث بيتكلم في الموضوع دوت مستند ليه البيم فريم ورك. حتى في الكود الامريكي كنت فتحته فلقيت الجزء الخاص بالتقييم موجود فيه اشارة للبيم فريم ورك. طيب البيم اولا هو حاله من الابداع في صناعه الانشاء. صناعه الانشاء بقى كتير ما حصلش فيها اي ابداع، والبيم يعتبر من الحاجات القويه في التطور والابداع اللي حصل فيه. مقارنه مثلا بصناعه السيارات او مقارنه بصناعه الموبايلات هتلاقي ان مجال الانشاء كان بطيء في موضوع الابداع. فالبيم لما جه عمل طفره جامده. فاطار اللي عمل بالبيم او الفريم ورك بالبيم ده هو اطار عمل خاص بالبيم في المستقبل. عايزين نطور التكنولوجيا ونطور البيم، وعايزين يبقى المصطلحات ثابتة عندنا كلنا. هو دكتور بير سكر كان بدأ الموضوع، وفي السنوات الأخيرة في ناس بدأت تنضم ليه وبدأ الموضوع يبقى أكثر انتشارا. بنحاول من خلال المفهوم دوت البيم فريم ورك ان احنا نحسن الكفاءة بتاعتنا ونحسن الأداء ونحسن الوضع البيم في الدولة كلها، ونحسن قدرة المنظمة وفرق العمل في المشروع، بحيث ان احنا نوصل لأقصى استفادة من البيم ونقيس الأداء بتاعنا كل شوية. احنا اتطورنا عن المرة اللي فاتت ولا ما اتطورناش، ولو احنا ما اتطورناش ايه ليه ما اتطورناش، وايه اللي لازم نعمله عشان نتطور. البيم فريم ورك متاح على الانترنت مجانا. البيم فريم ورك بيستخدم لغة مرئية بحيث انها تسهل للناس انها تفهم المفاهيم وتفهم التربط بينها. فهو البيم اطار العمل بالبيم او البيم فريم ورك مقصود بيه ان هو مجموعة كبيرة من مكونات مفاهيم صغيرة ومرتبطة ببعض. فاحنا عندنا كذا مفهوم واجزاء صغيرة كلها مرتبطة بتوصل لك المفهوم. ممكن يكون في مفاهيم معقدة مثل مراحل الاداء او مستويات النضج، او في مجموعة من الخطوات او سير عمل المفروض نمشي عليها. فهو هنا بيسهل لنا ان احنا نفهم الحاجات ديت وتوضح لنا الحاجة هتمشي ازاي والخطوات اللي هنمشي عليها. بيساعدنا كمان في ان احنا نقيس الحاجة اللي احنا وصلنا لها، بيساعدنا في دعم القرار. لما نعرف احنا وصلنا فين في البيم نقدر نشوف الخطوة الجاية ايه وهنعمل ايه عشان ننتقل من المرحلة اللي احنا فيها للمرحلة التانية. يعني البيم فريم ورك او اطار العمل ده بيتكون من ايه؟ ده بيكون من مجموعة من رقم كبير من مكونات مفاهيم صغيرة، أجزاء صغيرة بتكون مع بعض البيم فريم ورك، زي الموديل، زي الكلاسيفيكيشن، زي القاموس، زي ما نشوف مع بعض دلوقتي. فاحنا لما نقول إطار عمل ده مجموعة من أجزاء صغيرة من المكونات بتهدف لتوضيح مفاهيم صغيرة، clarify a single term. وإطار العمل هيساعدنا في إن احنا نبسط المفاهيم المعقدة، زي بعض المفاهيم مثلا زي مراحل الأداء أو مستويات النضج بتبقاش واضحة، فالبيم فريم ورك بيسهلنا ويعرفنا بالظبط قد إيه، وبيدينا أدوات مساعدة للقياس، وبيدينا مسارات العمل عشان نعرف احنا وصلنا فين ورايحين فين وإيه الهدف بتاعنا.
يعني ممكن تلاقي نفسك مثلا في مرحلة صفر، طب أعمل إيه عشان أوصل لمرحلة 10، أعمل إيه أوصل للمرحلة اللي بعديها. بيبقى فيه زي خط اتعمل تخلينا نرفع مستوى البيم في الشركة أو الدولة أو أي مكان. وعندنا أدوات القياس وأدوات دعم القرار في قلب البيم فريم ورك على أساس نعرف إحنا فين ورايحين فين. فده كل ده بيساعد اللي هيتخذ القرار سواء على مستوى الدولة أو على مستوى الشركة أو على مستوى القسم، يبقى عارف هو فين وهي عايز يروح فين وإيه موقعهم من السوق. فهو مجموعة من متنوعة صغيرة وبسيطة من القطع بتكون مع بعض البيم فريم ورك، البناء الكبير. تمام، تعال خلينا نفكر. أبسط حاجة في البناء ده كله هو المصطلح أو القاموس أو الوصف اللي هو الديكشنري. تمام، يعني في مثلا مفهوم نص مش مفهوم معناه ايه، فبتدخل على القاموس بيم ديكشنري دوت كوم هتلاقي كذا لغة، من ضمنها اللغة العربي ده ترجمة بيم عربية. هتلاقي كل مصطلح معناه ايه، بندعوكم لوزارة القاموس ولو في اي حاجة بعتها لنا عشان نصلح لو فيها مشكلة. القاموس مع بعض كل مجموعة مشتركة او في حاجة بتجمع بينهم مفهوم مشترك، ده بيدينا التصنيف او الكلاسيفيكيشن. يعني مفهوم واحد ومصطلحات متنوعة ده هيدينا المستوى اعلى اللي هو الكلاسيفيكيشن، اللي هي مجموعة من الكلمات اللي فيها حاجة مشتركة. احنا عندنا مستويات متعددة. هو بقى التصنيف مجموعة من المصطلحات على شكل شجري. بتبدأ بقى التصنيف ده يكون لنا، لو مجموعة من الكلاسيفيكيشن بيكون لنا التاكسونوميز. احنا نقدر نفكر ان ده نظام شجري مرتبطين ببعض، كل حاجة تحتيها مجموعة من الأجزاء. ده هيكل تنظيمي، بيبقى في عندي مستوى القمة مصطلح بيتفرع لمصطلحات أخرى. وده يعني هتلاقي في فيديوهات بتشرح الموضوع ده في المستقبل إن شاء الله. أعلى التصنيف بيكون لنا النماذج اللي هو المودلز. لذلك نقدر نقول إن النماذج بتستفاد من كل حاجة من الحاجات اللي تحتيها، بيستفاد من التصنيفات والتبويبات والمصطلحات اللي مع بعض، كل ده بيستفاد منه الموديل عشان نعمل نموذج معرفي بيجمع بين المفاهيم ويوضحها. هنشوف مع بعض في المستقبل ازاي الحاجات دي كلها بتتكون مع بعض، والنموذج ازاي بتكون الحاجات دي. وهتلاقي هنا مجالات الموديل بيتكون من ايه وبيدمج من ايه. فوق النموذج بقى بنلاقي اطار العمل. اطار العمل ده مجموعة من النماذج. النموذج على الاقل حاجة يكون في تصنيف واحد وتبويب واحد ومجموعة من المصطلحات. نقدر نقول التصنيف ده مجموعة متنوعة من التبويبات متحدة معا في شكل شجري، والتبويب بيشمل عدد من المصطلحات اللي هي اتية من القاموس. عشان كده ده نظام زي نظام الشجري، كل حاجة تحتيها الحاجات بتاعتها. يعني الفريم ورك تحتيها كذا مودلز، كل موديل تحتيه كذا تاكسونوميز، التاكسونوميز تحتيه كذا كلاسيفيكيشن او على الاقل واحد بس، والكلاسيفيكيشن تحتيه عدد من الديكشنري المرتبطين مع بعض. لما يبقى عندنا عدد من المصطلحات والتبويبات والتصنيفات لازم يكون بينهم حاجة مشتركة، والا مش هنقدر نستفاد منهم. لازم يكون بينهم في مش مجرد ان هم موجودين خلاص. ده بيبدأ يودينا لحاجة اسمها علم وجود البيم، اللي هو اللي احنا ان شاء الله هنشرحه بعد كده بالتفصيل في فيديو تاني. زي ما انت شايف ده شبكة مفاهيم، دي مجموعة من النماذج دكتور بيل مصممها من 2005. كل لون بيدل على حاجة، يعني مثلا اللون الأصفر ده للمصطلحات، وهنا هتلاقي تعريف البيم. اللون الأحمر هتلاقي فيه عدد من التبويبات وكل حاجة ليها تفصيل، وإن شاء الله في فيديو كده نشرح الموضوع بالتفصيل أكتر. عندنا هنا إطار العمل ثلاثي الأبعاد. تحت خالص هنا بتلاقي الأدوات سواء نموذج أو نموذج لدعم القرار، او في ادوات اونلاين للتقدير، او في ادوات اونلاين لنموذج التعلم. كل الحاجات دي ان شاء الله هنلاقيها بالتفصيل في الفيديوهات اللي بعد كده.